أهلا بكل مشتركين ومتابعين قناة عربيتي. أقرت شركة هامرز وكيل علامة SYM الصينية قائمة أسعار جديدة لدراجتها النارية في السوق المصري، وتتراوح الأسعار الجديدة ما بين 33400 إلى 63200. ودلوقتي هنتعرف على الأسعار بالترتيب، وهنبدأ بـ SYM Orbit 2 موديل 2022، وده بسعر 33400، وده أقل واحد في القائمة. وبعد كده هيجي SYM Fidel 2 موديل 2022، واللي هيكون بسعر 35000 جنيه. أما SYM Jet 4 موديل 2022 فهيكون بسعر 36500. وبالنسبة لـ SYM Fidel 3 موديل 2022 فبيتقدم بسعر 41200. أما SYM Symphony S موديل 2022 فهيكون بسعر 40000 جنيه. SYM Symphony SR 150cc موديل 2022 فهيكون بسعر 41000 جنيه. أما SYM Symphony SR 200cc موديل 2022 فهيكون بسعر 43300. SYM Symphony ST 200cc موديل 2022 بسعر 48300. أما SYM Jet 14C موديل 2022 فهيكون بسعر 50300. SYM Jet 14 ANG موديل 2022 بسعر 56500. SYM NHT موديل 2022 بسعر 47750. وأخيرا SYM Jet X موديل 2022 فهيكون بسعر 63200، وده الأعلى في القائمة بتاعتنا. وبكده نكون وصلنا نهاية الفيديو، ولو شايف الفيديو مفيد ما تنساش تدعمنا بلايك وتشيره مع كل أصحابك، واستنونا في فيديو جديد من قناة عربيتي.